أهلا بكم متتبعي أخبار المنتخب الجزائري. إذن مؤمن أنيس قاسي صحافي الهداف ينفي نفيا قاطعا أن يكون اسم نايس جواهرة لاعب ريال سوسيداد قد تم ذكره في قائمة حزب الماضي تحسب لتربص أكتوبر المقبل في فرنسا. هذا ما جاء رسميا في صفحة مؤمن أنيس قاسي في فيسبوك. في الآخر لا تنسوا إعجاب الفيديو لدعمنا وشكرا.